حرسهم شوية رجعوا، وإن كان رجعوا ولوا ينو في تطواتهم ما احترمني في جيبه دي كرونيكور دوروا مش ينقطوا السلطة، ينقطوا أطراف المعارضة. والأكثر من ذلك الكرونيكور هذوما من نكد الظهرة، قال حتى سسامها كل مفلسي ولوا يقترحوا في حلول للمعارضة. احترم المعارضة، هذا مواطن. اسمع سعيد ايش قال، اش وعد التوانسة، انت تونسي تفرج فيه، انت الفيسبوك ضد العشرية وضد الخماسية، اسمع ايش قال قبل ارجع له امشي. تذكر ايضا ذلك الشاب يوم 14 جانفي كيف اطلق العصفور من ذلك القفص، يعني الصورة التاريخية. الشعب التونسي لن يعود ابدا الى القفص، لنظر عليه يعني الجمله من يعني من الاكل، لن يعود الى القفص، انطلق نحو بناء جديد في التاريخ. يعني تلك الصوره سي صابر تو خرجوا من القفص ولا حطوا في القفص؟ واضح انه قيس سعيد مصر على المضي قدما في تحويل خطا القوه الى ثواب القوه، مصر على تأميم الفضاء العام. أو أنت صعب حكاية محاكمة المدنيين في القضاء العسكري، هذا أمر مرفوض ابتداء. خلينا من الموضوع هذا. نعم. خلينا في مسألة التسييس ورغبة السلطة في الترهيب والهرسلة والتخويف. واضح أنه فما سياسة ممنهجة لتخويف الشباب من النقد، من اضطراب من السلطة. وأكبر دليل على ذلك هو مرسوم 54. ونمشي معك أكثر من كيكة. هو يفترض أن المبادرة الرئاسية، المبادرة التشريعية التي تقدمها الرئيس تحظى بأولوية النظر، فلماذا لا يتقدم هو سيادته بتنقيح للمرسوم 54؟ علاش؟ لسبب بسيط، هو انه مرسوم سياسي في الحقيقة. توجب 54 مش يعمل تنقيحه؟ لتنظيم الفضاء. هل تتصور ان سيد سعيد، تتصور انت سي صابر سيد سعيد؟ لا لا سؤال استنكاري يعني افتراضي. يزيد في 54 ما نكرهوش. اي اردت ان اقول انه لا يمكن ان يفعل ذلك، لانه اصلا مرسوم سياسي مش مجرد مرسوم تنظيمي تشريعي لتنظيم الفضاء الافتراضي او ما الى ذلك. هذا ما اردت ان اقوله. نعم. في النهايه، لكن بلي فهم تعرف فهم التماس من المدونين، ارجو ان يحرصوا اشد الحرص على عدم تجاوز القانون في تدويناتهم. اعرف انه هم ما همش يستناو فينا باش نتجاوز القانون باش يعتقلونا، اعرف هذا، لكن على الاقل نحرمهم من ورقة تود تطبيق القانون، على الأقل كي يعتقلونا، يعتقلونا نحن مظلومين، مش عاملين جريمة أو جرم افتراضي أو إلكتروني، هذا ما أردت التنصيص عليه والتجديد عليه. وأضم صوتي لصوتكم سي صابر، ربما ساعات واحد كي ينصح وكأنك في واد عميق باش ينصح، بالفعل أيها المدونون عبروا عن آرائكم، لكن ثم فرق كبير وقت التعبير، مش بشرطه باش تخرق القانون حتى رافضوا، ولكن اجتهد كيفاش توصل فكرتك حتى لا تكون ضحية فيها 7 سنوات للأسف الشديد.